يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض من الناس عندما يريد من شخص آخر شيئا فإنه يقول له والنبي أن تفعل كذا، فهل في هذا القول شيء؟ نعم، هذا حلف، هذا حلف بغير الله، والنبي هذا حلف بغير الله، لكن هو قد يكون نشأ على هذا ولا قصد الحلف، إنما درج على لسانه. ولكن على كل حال يجب تجنب هذه اللفظة ونهي من تحصل منه. هذه كثير ما تكون على ألسنة المصريين، والنبي والنبي كذا. نعم. ويقول حفظك، واحد يقول والنبي إني موحد. نعم. ويقول حفظك الله، وهل أنكر على من يذكر هذا الأمر؟ نعم، بين لعلمه، بين لهم، كنه جاهل ما يدري، بين له هذا، شاف الناس يقولون في بلده ونشى عليه، أظن أنه جائز. نعم.